شوف اخويا شو شحال متلاقيه فيه من هذا الخيط تحت. شوف اخويا شو الكرسي. شوف الخيط غادي يموت الماء. كمولين ندخل النظافه. انا دورت على الحيط والو كاين عيالات ما كيخدموش كاين شكل. ما بالصيف اش يدير لك الناموس والدبان؟ حاله ديال الدبان اخويا. شوف كلشي شافر الضوء الحيط دابا راه ما تمسوش. كيضرب فيه الضوء تكينا على الحيط ضربنا الضوء. هذا الخيوط اش ديال الجيران ديال العوام اخويا. الناس ملي تتعاني شو ما فيش تيمشي حافرين لي بالارض. نتوما البحار كما كتشوفوا ها نتوما ما عندناش. انا هذه الحفره هذه شحال من مره كيخويها راجل كيقول لك جمعوا ثلاثه لاكارطات ديال الناس وعادي يجي الكاميون اللي كيمشي وما كيخرجش لنا سيدي الكاميون. ها هي ها هي فايده قال لي ما بقيتش نقدر نقرب ليها. ها هي شوف الحاله اللي فيها. ها انت كما كتشوف شوف الحاله خويا واش هذه حالتي عاليه من الناس اللي فيها الحشمه. مدخلين مع المكان احنا مدخلين غير عشوائيه داك الشيء غير عشوائيه. انت كتشوف هاد الكونتور هنايا كنخلصوا ليه 300 درهم الطون و10 درهم ديال التقلاب كيقول لك ديال الهجي قلبوا كنا في 10 دراهم كنخلصوا ليه ديك 10 دراهم اللي داتنا مكرفسين. حنا ما عندناش شي سونتر. كاين اسيدي هنايا الابتدائي وكاين الاعدادي والليسي ولكن الكليه ما كايناش السونتر ما كاينش. انا بنتي دابا مشات ليا السطات ومن السطات درت لها طونسفير تحولت لكازا كتقرا في كازا كنصرف عليها هي وانا كنبقى بلاش. من انتخابات انتخابات كنشوف رئيس الجامعه من انتخابات راه ما كيجيش عندنا. انت كتشوف الطريق كيفاش دايره الحجر والطريق ما كايناش. حنا بزاف ساكنين هنايا ما حناش تحولنا على اليوم ولا يامس ولا هي مسكينه مريضه كيجي الدواء خاصها تاخذ الدواء من السبيطار ديال برشيد ما كاين ما كناخذوش ليه الدواء. احسن نضويوها بالشمع اسيدي كنضويوها بالشمع. الشمع الواد الحار ما كاينش. انا عندي الشمعة في الدار ما نقدرش نبقى بلا شمعة في الدار حيت الضو كيتقطع. خاص المالك ديالنا يجي يشوفنا يشوف في هاد السكنات ويشوف في هاد المشاريع هكا دايره. هاد الناس هادو كيدوروا ملي كيكونوا انتخابات كيجيو كيدوروا علينا. شكون هاد الناس هادو؟ السيد رئيس الجماعه ديال عبد العالي كيجيو كاملين كيقول لك اودي انتخبوا علينا راه حنا غنديروا ونديروا حنا غنديروا حنا غنفعلوا حنا غنصرفوا. حنا الناس ما شلنا منهم والو كيديروا غير لولادهم. واش حنايا تال حنا سيدي رحال راه حضاريه راه مدينه حضاريه واش ما عندناش الضوء؟ كنتواصلوا مع المسؤولين حنا سيروا يكون خير سيروا يكون خير. باش انت حتى شي خير اخويا انت مالك الدراوش. حنا عارفينك ما غدوزناش مالك الدراوش. حنا بلا ما نبقاو نهضروا مع هاد الناس. هاد الناس يقولوا حنا مسؤولين ما كيديروش خدمتهم كيديروا في جيبهم. لا كارطات عندنا ما كاين فيهم لا عنوان لا زنقه لا رقم الدار. اذا الا توصلتي بشي حاجه خصك تعطيها للبوسطه ولا تعطيها يجيبها لك المقدم. الا كان شي عارفك ما كانش كيعرفك مشاو لك الوراق. حنا شطو عندنا عشوائي. حنا وليداتنا الا تميتي غادي من هنا غير في الزنقه تضرب معنا شي دوره غتشوف الارض كتشعل. الا صبات عندنا الشتا كتشعل لنا العافيه. الماء ما عندناش. الماء عندنا غير ديال الجمعيه. الجمعيه تكلفت به جاو عندنا الديور دخلنا الماء بالسوء عشنا الفرير كما قالت لك السيده قبل منا ياك. ولكن الماء حنا شحال تيتحسب علينا؟ كيتحسب علينا ب 15 درهم الطون. منين بيز من العوينه. العوينه داجا اللي كيستافد منها الناس ديال الساكنه فابور. حنا كنخلصوا الماء اللي بغينا نشريوه من العوينه. شي كلام ما كيوصلش لسيدنا الله ينصرو. حيت هنا كاين الضغط. حيت علاش؟ الضغط كاين. سيدنا باش يقولوا سيدي رحال راه مهمل ما كيقولوش ليه. في هذا صدر حال حنا منسيين مدفونين في هذا صدر حال. في هذا صدر حال مدفونين منسيين. هو شطر واحد كيقسموا فينا كالحلوى. كيقسموا فينا الشطر الاول كيصايبوا فيه خرجوا لي الطرقان ديالو والشطر الثاني ها هو منسي. الا دورتي راسك راه تشوف الطرقان كي دايره كاع مسدوده. غتدخل عندك امبيلونس كتحبس بعدها. كذب عليك. انا وليت باغا نبدل الجنسيه. ما خلاش نبدل الجنسيه. واش انا مغربي وطاري لي هذا الشيء؟ واش الشعب المغربي طرى لي هذا الشيء؟ وفي الحضور ديالك وانت مالك الدراويش. انت حنا عارفينك ما طالع بوالو. كلشي كيت هادشي اللي خايب وما خصوش الشعب ما كيوريوش لك. وليداتنا راه كلهم ولاو كيتقرقبوا. راه اللي مصاب كيدير كيبدا يبيع في المحيه هنايا كيبدا يصربها ويبيع فيها. غنوريهم لك اوليات الجندار كيديروا خدمتهم ماشي ما كيديروش. نيت داو واحد السيد نيت كيبيع المحيه وبقى واحد السيده راه كتبيع القرقوبي وكتبيع الدوليو للدراري. هاي كتسكن هنا الفور. قسما بالله الا كيبغي يحيدوا علينا هادشي كيبغي يحيدوا علينا. تيقول لك ما دير لنا لا عشاء ما دير لنا حتى شي حاجه ما كاين لا خدمه. اول حاجه في سيدي الحال بعد البيت طلق الله يرحم الوالدين العامل الدري يلاه كيخرج من دار امه كيمشي يتشمكر كيمشي يجريسي كيمشي يخون. كنبغي نوجه رساله متوسطه لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله الذي يقوم بتوحيد البلاد
أن يقوم بزيارة شخصية نادرة في هذا الحي الشرفاء.